آه يا صباح الخير، اليوم أنا صحيت من النوم وصاحي إني مستانس. وصح، خلني أنزل تحت أشوف الأغراض حقتي هذه اللي حاطها أنا هنا موجودة. أوه يا سلام، الدايموند حقي موجود هنا. والله صراحة الصندوق حقي تعبى فلفة، حطيت الدايموند كذا في الأرض، بس والله والله ما أقدر أخليه موجود هنا دايما، ما أقدر. لازم أفكر فكر فكر يا شرشبيل. أوه ابعد عني يا الدايموند، خلني امشي. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم افكر اشوف لي حل مع الدايموند هذا، ما ينفع اخليه كذا محطوط في الارض. يا ربي، ها بسم الله، ذولي وش قاعد يسوون؟ اي ذولي الفقراء المساكين ماري والويجي. يا حرام، ما عندهم دايموند ولا عندهم شيء المساكين، قاعد يحاولون يحفرون يدورون دايموند. يا حرام يا مساكين، والله يا مساكين. انا ما علي منهم الحين، لازم الحين اشوف لي صرفه اخبي ذا الدايموند، ما ينفع كذا. هذا صندوق حقي، لازم اوديه مكان، لازم اخبيه بمكان سري ما حد يعرفه ابدا. بس وين؟ والله اني خايف من الحراميه. يا ربي، والله الدايموند هذا كثير، لازم اخبيه، لازم والله لازم. يا سلام يا سلام، انا توني جاي من المدينه وجالس الف في قريتنا هذه الحلوه، احلى قريه في العالم. مين اللي يختلف؟ مين اللي يختلف؟ مين جوي اللي وين؟ والله اطفى النار، والله اضرب. انا جاي بروح لعمنا شرشبيل، بقول له يا عمنا شرشبيل اسمع، احنا عندنا اتفاق، انا ومالي اتفقنا على اتفاق، شيء معين لازم نسويه، يا انك تخلينا نبيع عندك في المطعم ولا بنكسر مطعمك بنفجر. والله بنكسر، لانه هو اخذ كل الدايم اللي ما يشتري، ما يبغانا نبيع. والله عمنا طماع الله يدي. خلينا نروح نشوف نكلمه. يا عمنا شرشبيل السلام عليكم. عمنا شبيل، السلام عليكم. ايش في عمنا شبيل؟ شفت الدايموند اللي هنا؟ يا سلام، شوف الدايموند هذا كله، والله دايموند مره كثير. يا سلام، والله شكله مو في البيت، شكله مشكله. يا عمنا شبيل، افتح الباب. والله مو في، خندور الظاهر انه ورا البيت، يلا يلا خلصت اخيرا، خلصتها. السلام عليكم. ولا شيء، ما في شيء. وش ما ولا شيء، انا اسلم عليك. السلام عليكم، شو ولا شيء؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا. ايش فيك يا عمنا شبيل؟ ايش قاعد تسوينا؟ ما قاعد اسوي شيء ولا شيء. والله كنت ناظر، بس المسبح حقي خربان، لو تشوف هناك المسبح. أيوة، خربان. المسبح خربان، صح. طيب وهنا هنا ايش في؟ هنا ايش في؟ هنا ما في شيء. ها شايف؟ صارت خضراء، ما في شيء. صح. طيب كيف حالك يا عمنا شبيل؟ والله الحمد لله، كيف حالك انت؟ انا بحفر هنا، ممكن احفر هنا. لا هذا بيتي، ما تحفر. ليه؟ بشو بس انا بشو. اصلا ما كنت احفر، هي صارت كذا لحالها صفرة. طيب خلاص، اسمع يا عمنا شبيل، احنا عند اتفاق، نبغى نبيع عندك في المطعم وتدينا دايموند، لان احنا والله صراحة مطفرين. وش الحل؟ والله مطفرين ما عندنا دايموند. والله شوف يا حبيبي يا لويجي، شوف انا والله ما احتاج موظفين بالفتره الحاليه، الحمد لله مكتفي الحمد لله. ما اقدر اوظفك، ما اقدر. ما تبغى تدينا دايموند؟ خلاص. طيب انا ابغى اديك دايموند. انا بروح ولا شيء غصب. ايه راح ورا، يلا راح وراك. طيب خلينا نشوف والله هذا شكل داس شيء، انا متاكد ان داس شيء هنا في الصندوق. خلينا نشوف، حاط صندوق، شكل صندوق 100%. والله هذا ايش قاعد تسوي؟ والله ما عاد ينفع اخلي اغراضي هنا موجوده، شافني لويجي. يا ربي، خلني اشيل الصندوق حقي هذا الدايموند. اوه عليكم السلام، اهلا لويجي. ولا شيء. ابعد، ابعد ما لك دخل، ابعد. ابعد. والله شفت الدايموند، ايش هذا؟ حسبي الله عليك، كيف عرفت؟ علمني. طيب خلاص، ما عرفت انا، خلاص. طيب ادش بمكان ثاني. يا عمنا شبيل، اسمع، احنا اديناك دايموند صح ولا لا؟ بعدين اعطيك ان شاء الله. ايه طيب خلاص، والله عمنا شرشبيل اكتشفت انه هو اكثر طماع في الحياه، ما يبغى يدي اي احد دايموند. بس انا اتفاهم، اعرف له. اذا بعدين طلبني دايموند انا اقول له ما في. انا احتاج الدايموند ترى، ما اني بس كذا اطلب، لا احتاج عشان بسوي لي حركات وبسوي لي اشياء كثيره وبحط الاثاث. بس هو لما يطلب لي دايموند انا ادي. انا اتفاهم معه، والله اني زعلان، والله اني زعلان. خلينا نروح بس، ونجي بعدين اتفاهم معه. ابى اروح الان الكهف، بروح اجيب لي دايموند السريع وارجع السريع. الحمد لله، انا رحت الكهف وكسرت شويه دايموند، لقيت حبتين من 3 حبات، بس كويس ان مع البيكاكس الاسطوري هذا حقي اللي يديني دايموند مره كثير. خلاص الان خلينا نروح لعمنا شرشبيل، نقول له يا عمنا شرشبيل شوف هذا الدايموند الوحيد اللي عندي، بس اول شيء لازم انزل الدايموند. ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تبغون انت من اوقف بسم الله الرحمن الرحيم. ها ايش تبغى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايش في نقص؟ ايش تبغون؟ ما فهمكم انا، تقولون لي اوقف. ايش تبغون؟ تبغون دايموند؟ ها خذ الدايموند.
ابغى الدايموند. ماش تحرام المعدة بيسرقون يا ذولي. ما عندي دايموند زيادة، ما عندي دايموند. والله يدري عندي دايموند زيادة. ايش تصنع قاعد يدخل عني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خلاص خلاص خذ 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 خذ. يا اخي انا ما عندي دايموند كثير، انا ما عندي خلاص شوية دايموند. وش تبغون وش تبغون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذولي والله ترى هذولي عندهم قبيلة كثيرة، وخوف ان مجموعين علينا كلهم يعرفون ذحين عندنا دايموند. اسمعوا انا ما عندي دايموند. يا ماري تعال ساعدني يا ماري. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بيهجمون. ايش تبغون وخر عني ترى، والله ضرب معاكم، والله ضرب معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخر عني بدخل بيتي. لا ثاني. بسم الله. ماريو انقذني يا ماريو. لا خلنا نهرب. والله ما اقدر اطير. الجناح حقي شكله خرب. لا يا ماريو قدري. لا بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا ندخل بيت ماري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم وينك. انا ولديك على ما تشتري. والله يا اخي قداك يا اخي حتى الواحد ما يقدر يفطر يا اخي. اخوك بغى يجون عليها قبيلة الاوقا بوقا مرة. ما تدخلني باخوي انا. طيب يا اخي ايوه قبها ما سمعتي؟ الهوغا بوغا. ايوه تعال شوف، تذكروا لما اختفوك وانا قطتك؟ تذكروا؟ شوفوا شوفوا برا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذول يشتغلون. وش تبغون هناك. شوفوا المدرس عند بيتي. شوف هناك واضح عند البيت. استناني ادخل بس يضربني. طيب يشتغلون منه. ما ادري الظاهر يبغون دايم. ديت بدايم عرفوا عندي دايم زياده. وش الورطه ذي؟ طيب انا ما عندي شيء. كيف؟ الا الحين معك استكت مجوالك. ماني دخل. انا بشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تشوف. طيب ما يروحون يبغون دايم زياده. هم يبغون دايم زياده كل شيء. ماني دخل قدام الحق. انا بعطيهم اياه ترى. نام في ما يخطفوني مره ثانيه. والله كانوا يبغون ياكلوني. انا عندي حل. ايش رايك؟ وش حلك؟ نسلهم عند عمنا شرشبيل. ايوه يقشلونه. هو التعب عمنا شرشبيل. بس عمنا شرشبيل ما عنده دايموند. الا عنده ممثل حقه صار غني وخلاص. اليوم الصباح كان عنده صندوق كامل. انا شفته والله. نسل. بس المشكله هو قبقه ما يفهمون. كيف نعلمهم؟ انا فاهمه. انا باك انت تتكلم وانا هو قبقه تلبشهم. وانا عندي خطه مره كويس. عشان ايش؟ اشرح لهم عمل الشرشبيل هذا اللي انتقم منه اللي ما يستدي الشرشبيل. عمل الشرشبيل سعشرين ولا ادفع منه. انا براسي فكره. باك صلح الجناح حقي. صلح لي بالله. وانا بدفع بحالي. فاهم؟ بقول لك شيء. وش في؟ انا بصلح لك الجناح وانت خذ الدايموند حقك ذا وروح قط حبه كذا. ايوه هذا اللي بسويه. بس اول شيء ادين الجناح. صلح لي بسرعه. طيب بصلح لك يا دقيقه. خليك لا تروح مكان. اصبر. قبوق. ايش تبغى تجلسينا؟ بسم الله. شوف مع فتحه الباب والله قاعد ينظر. والله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ايش شكل بي؟ حشرين ما نقدر نطلع. ان شاء الله ما ينتبهوا للفتحه اللي ورا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اي تنقص علي. امسك هذا. ما راح اخربه. روح تفاهم معهم. وانا ايش بحط الدايموند من ورا. بهرب من ورا وبحط الدايموند. طيب يلا فاهمها. من هنا افتح الباب. كلمة ترى ما يضربك. هو يحتاج دايم. طيب واعطى شوية. خذ. اعطى شوية من هذا الدايموند عشان ما يضربك. عشان ما ياكلك بعدين مشكلة. والله يا الله هذا مشكلة. يلا بروح له. كلمة. اي شوف اسمع يا اوكا بوكا. اسمع. كويس. صعب. خلنا نهرب. هذا من دشلينا. والله مشكلة. اسمع انا بعطيك دايموند. بس ما تجي علي. موافق. باري كويس. اوكا بوكا. كويس خلاص. اوكا بوكا. حط حبة دايموند هناك عشان يجون يلحقون. والله اعطيتك ترى كل الدايموند. ما بقى شيء عندي خلاص. افضل شيء. بعدين ايش؟ افتك نفتك من شره وخلاص. عشان هو يعرفه مره ثانيه ما يصير طماع ويبيع للقرويين برجر ويسحب علينا وما يدينا دايموند ولا يساعدنا. ولما احنا نحتاجه نساعد بس هو ما يساعدنا. والله انت فاهمه. خلاص كذا يعرفون ان ايش بيت عمنا الشبير هو اللي فيه دايموند كثير. اي يا ماريو. خلاص يا ماريو. الخطه جاهت يا ماريو. بسم الله. هوغا بوغا. خذ. خلاص. كويس يا ماري. والله الحمد لله يا ماري. خلاص كذا احنا ايش؟ خلاص جهز الخطه. حطيت دايم كثير. ايوه. ان شاء الله الحين يروحون يتفاهمون مع عمنا شبير واحنا نجلس. طيب. نتفرج على كرافتر يا حبيبي. ونتفرج على ايش يا حبيبي؟ نتفرج. طيب عشر شبيب. طيب ابغى اشوف ايش يصير فيه. لا خليه هم يتفاهمون منا. يتفاهمون عليه. نتفرج على كرافتر حبيبي ونتفرج على قناه الجديد قناه سمبوسه. هلا والله شغل لنا حلقه الان. ونتفرج. بروح اجيب كورن فليكس وحليب. دقيقه. يلا بسرعه. اتاخر.
اوغا بوغا اوغا بوغا اوغا بوغا تونا تو تيا فاي نو سو غانيا شويا اوغا بوغا وما سو ماي جانيا غالبا ما تسيا اوغا بوغا اوغا بوغا اوغا بوغا اوغا بوغا نو سو غانيا شويا اوغا بوغا نو سكا ماليا نالا اوغا بوغا اوغا بوغا كوسنا كاي سانا كاي ناس كتا تاسا ماليا اوغا بوغا اوغا يا ربي ما حصلت مكان ادفن فيه الصندوق حقي ذا. او صح تذكرت عندي في البيت في السطح فوقي. والله جبتها عليك يا شرشفيل. والله اني قاعد الحين حصلت الحل الصح اني احط الصندوق هنا الان وافتح باب بيتي وادخل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وش انتو وش تبغون مني؟ هوغا بوغا انا ما سويت شيء اوغا بوغا اوغا بوغا نوسكو غنيا شويه نوسكو غنيا طيب خلاص بعطيكم دايما. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك هاك وصلنا كلينا سيتا تاسا ماريتا اوغا بوغا وصلنا كلينا ماي نوسكو غنيا سيتا كانوميا. وين تبغون تاخذوني؟ انا ابغى اجلس في بيتي. ما سويت شيء عشان تاخذوني. طيب ايش سويت؟ اوغا بوغا طيب خلاص وصلنا كيسا يا مايا نسكم لي عشان دقيقة راح امشي معاكم حسبي الله عليكم. وين بتاخذوني وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وين تبغوني اروح؟ وين علموني اوغا بوغا طيب انا ماشي راح امشي ماني موقف خلاص. لويجي ماريو ساعدوني لويجي ماريو. والله العلاقة الصراحة كانت مرة جميلة يا أخوي. والله كانت مرة حلوة الصراحة. بس اسمع طيب أبغى الكون فليكس يا أخي. ما حسيت نفسي لك فليكس. حق يا حبيبي بتاخذ وين حقك؟ أنا جبت لك قلت تبقى شيء وعطني شوية. طيب خلاص خذ تبغى تاكل أنا بروح. تدري وين بروح؟ بسم الله تدري وين بروح؟ بروح لعمل مشي شبيب. أبغى أشوف سرق قدام تحقق شكل. والله شكله سرق قدام تحقق. طب الله يسلم عليك. خلنا نروح نكلم نقول له عامر ايش شبيه احسن شفت هذه نهايه اللي ايش اللي ياخذ الدنت كله. والله تقض عليهم. والله ممكن عامر ايش شبيه عاد قوي. بس الظاهر انا اقول انه مسرق قدام حقه وقاعد يبكي. هو الحين يبكي واحسن يستاهل عشان المره الثانيه ما يسرق منه دايموند وما يسرق منه الزباين وياخذ كل الزباين له. يلا يستاهل كل شيء. جاء سرق كل الزباين يعني ما خلانا شيء ابدا. ايوه صح احنا قلنا له ما ممنوع يا عامر ايش شبيه. وردت كيف تمد عندي هنا؟ اي دامت الارض. والله شكله مسرقوه يا ولد. بس الله يستاهل والله في صندوق هنا. شكله في دامت شيء كذا ما اعرف في دامت هذا الصندوق ولا ما في. لا والله فاضي ما في شيء ابدا. يا الله طيب والله مين عمل شرشبيل؟ وين راح؟ شرشبيل وين انت شفته قبل شوي؟ وين شفته؟ ماما ماريو لا والله انه احنا اغبياء. شكله ورطناه. تدري ورطه في ايش؟ انا والله حسن سرشية حسن سرشية تدري ليه؟ ترى انا شيبيل دبوه ولا مو دبه؟ اي دبه صح. شكل القائد ولا الوقبوق اخذوه بيطبخون وبياكلون وبيخلون الدجاجة مشوية. لا يا ولدي وش يسوي العين؟ بس الظاهر انهم اخذوه. ترى عندهم قبيله وشكلهم يبغون اشياء كبير. فرحانين بالدايموند قالوا ناخذ عمنا شيء شبيه عشان ايش؟ عشان ناكله قدر اللي بعد مع الدايموند. والله مشكله شكله اخذوه. يا عمنا شيء شبيه وينك يا عمنا شيء شبيه؟ لا اسمع لازم نروح. والله نساعده لازم نروح نساعده. تعال بسرعه جيب روحك اخ. تعال انا ما ادري روحك بكي. والله اروح ابحث عني يلا ماري بسرعه. يلا لا انتوا ايش قاعدين تسوون؟ طلعوني. انا والله ما سويت لكم شيء. اعطيتكم صندوق الدايموند. كل شيء اعطيتكم اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا ايش قاعد تسوون هناك؟ ها النار هذه؟ لا مو اللي افكر فيه انا. لا امانه لا تاكلوني. انا لحمي مر. ترى لحمي مر. انا ما فيني لحم. انا اصلا لحمي مر. لا لويجي انا اسف يا لويجي. والله انا اسف امانه سامحني. خلاص بعطيك كل شيء بس تعال ساعدني يا لويجي ساعدني.